الفرصة دي شهرين وخسرت إجازة الصيف. أسف صديقي. الأستاذ سمول خصم لي 10. أسف صديقي. الأستاذ سمول خصم لي. هل هو أمر خطير؟ أخطر مما تتخيل. نعم منذ يومين. أوه أخفت بالي، فرأت الحمامة مسكونة. صوتكم عنف وصوت الأشباح التي تعصر. حسنا أنا رسمت هذا. قمت من الفرصة شهرين وخسرت إجازة الصيف. أسف صديقي. الأستاذ مول خصم لي 10 علامات. لننسى الماضي عزيزي. جامبول أنا أيضا لدي سر لم أخبرك به، ومتأكد أنه سيصدمك كثيرا. ماذا؟ هل هو أمر خطير؟ أخطر من تتخيل. نعم منذ يومين. أوه أخفتماني، ظننت الحمام مسكونا. صوتكما مثل صوت الأشباح التي تصرخ. كم رأيتنا في الداخل؟ ثلاثة دقائق. ماذا أردت أن تخبرني عندما كنا في الداخل؟ كنت تريد أخباري بسر صحيح؟ لا تشغل بالك به، فقد نجونا. أحب هذه اللعبة، تسليني كثيرا. نعم أتعرف ماذا يسليني؟ عندما كنا معلقين في الحمام وتريد أخباري بسر. صح مع التهارك. لكنني أخبرتك بسر الصغير. أنا أفضل أن لا أخبرك، لكنني أخبرتك بسري. لهذا على